النواحي الاداريه تمام، النواحي الفنيه، مسافر قبلها ب5 ايام علميا. هنقول لحضراتكم ليه الورقه والقلم بتقول ايه او الكتاب بيقول ايه، مش اي كلام جهجهوني كده وخلاص، لان الناس فوجئت ببعض الاصدقاء من بعض يعني من لا يشجع النادي الاهلي، يعني بيهاجموا النادي الاهلي ان هو سافر قبلها. ايه يا عم انتوا فلوسكم كتير، يا عم انت مالك فلوسنا كتير ولا فلوسنا، انت مالك؟ هو انت عارف حاجه؟ اقرا الاول قبل ما تعرف هو ليه النادي الاهلي سافر. هو النادي الاهلي كل حاجه بيمشي بيها بطريقه علميه بالمناسبه يا جماعه، اقروا. الناس اللي بتهاجم لمجرد الهجوم، بعد اذن حضرتك اقرا، ما عنديش اي مشكله بالمناسبه. انا نفسي في بعض الامور، لكن لما اعرف ان لازم تسافر قبلها على الاقل باربع ايام لسبب علمي واضح، تعرف ان انت او اللي بيقول كده محتاج ان هو يقرا. مش هقول ان هو جاهل ولا لا، هقول ان هو محتاج ان هو يقرا ليه النادي الاهلي قرر ان هو يسافر يوم الاحد، بس مش هقول حاجه تانية. اقرا حضرتك انت عايز ايه او الموضوع ماشي ازاي، هتعرف هما ليه 5 ايام.